لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الدراسة في كتاب سنن أبي داود بشرح عون المعبود، توقفنا عندما يتعلق بالباب 31، باب فرض الوضوء. باب فرض الوضوء يعني يتحدث عن الوضوء على أنه فرض من ناحية ما يشترط له الوضوء كالصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت وغير ذلك من الفروض التي تحتاج إلى الوضوء ولا تصح إلا به. الصلاة بأنواعها، سواء كانت فرضا أو نافلة أو صلاة الجنازة أو سجود الشكر أو غير ذلك من الأشياء، فهي تفتقر في الحقيقة إلى طهارة، والطهارة إما أن تكون من الحدث الأكبر وهي من الجنابة والحيض والنفاس، وإما أن تكون من الحدث الأصغر وهو كما فسر ما يخرج من السبيلين، فهو ينقض الوضوء ويحدث حدثا أصغر. فهذا ما سيتحدث عنه في الكلام على فرض الوضوء. فالكلام على فرض الوضوء، المفترض نتكلم على فروض الوضوء من ناحية أركان الوضوء، واجبات الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، مبطلات الوضوء اللي هي نواقض الوضوء. والمفترض أن يتحدث عن ما يتوضأ به وهو الماء، ما يصح به الوضوء الماء، أو ما يقوم مقامه عند فقد الماء من الصعيد الطاهر. فيقول باب فرض الوضوء، أي الوضوء فرض لا تصح الصلاة بدونه. حدثنا، قال الإمام أبو داود، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. لا يقبل الله سبحانه وتعالى صدقة من غلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل توزيعها، يعني إذا أغار المسلمون على بلد أو على قوم من الكفار فغنموا منهم غنيمة، أيا كانت هذه الغنيمة، سواء كانت هذه مالية أو مادية، فهذه الغنائم بتقسم على الجند، 4/5 الغنيمة تكون للجنود، والخمس يكون لبيت مال المسلمين. الخمس أصله للرسول صلى الله عليه وسلم، وبينفقه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى الفقراء وعلى المساكين، وبينفقه كما يحب صلى الله عليه وآله وسلم. إنما 4/5 الغنيمة بتوزع على الجند، الراجل له سهم والراكب له سهمان، والراكب له سهمان، يعني اللي معاه معدة، وده كان قديما، دلوقتي الدول هي اللي بتوفر المعدات الحربية وغيرها، وبتدفع أجور للجند على القتال، يعني بيبقى زي موظف في القوات المسلحة. لكن كان الأول أنه كل واحد بيجي معاه المعدة بتاعته اللي هو بيقاتل عليها، سواء كانت من الإبل، كانت من الخيل، الدرع، السيف، الأشياء دي اللي هي معدات القتال، الرمح، النبل بسهامه، ده بيبقى ملك للجندي نفسه هو بيقاتل بيه، وبالتالي بياخد على ده سهم وبياخد لنفسه سهم القتال.
اللي جاي راجل يعني ماشي على رجليه بيقاتل على رجليه بياخد سهم واحد والراكب له سهمين، فبياخدوا 4/5 الغنيمة، وبيت المال دلوقتي ياخد الايه؟ ياخد الخمس. البيت المال هو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بياخد هذا، ولكن بعد موته صلى الله عليه وسلم بيت المال هو اللي بياخد هذا ويوزعه في مصالح المسلمين، يوزع هذا في مصالح المسلمين. فكان بعض الجنود يسرق من الغنيمة شيء لنفسه، يلاقي حاجة كويسة فياخدها يدسها لنفسه قبل أن توزع الايه؟ الغنائم. فهذا اللي هو بالغلول، هذا هو الغلول. المقصود هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الغلول، ولكن رمز به إلى كل مال محرم، إلى كل مال محرم. الله سبحانه وتعالى لا يقبل صدقة من مال حرام، لا يقبل صدقة من مال حرام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب المال الحرام طيب ولا خبيث؟ خبيث. إذن لا يقبله الله سبحانه وتعالى، إذا تصدق الإنسان به فإنه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. المال الخبيث ده هيبقى من الربا، المال ده من السرقة، من النصب، من الاحتيال، من الرشوة، من الاختلاس، من بيع المسكرات والمخدرات، من الدعارة، من بيع الأصنام، وبيع ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير وهذه الأشياء دي كلها أموال محرمة، هذه أموال محرمة بالكسب، هذه أموال محرمة بالكسب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى ربنا إذا حرم الخمر يبقى ثمن الخمر حرام وكسب الخمر حرام. إذا والخمر طبعا الخمر الناس بيظنوا إن الخمر هي الشيء السائل ده اللي هو الـ الـ الكحول. أصل مادة الإسكار، أصل مادة الإسكار هي الكحول، السبيرتو ده أصل مادة الإسكار، لكن العصير نفسه ما بيسكرش. يعني لو جبنا عصير تفاح، عصير عنب، عصير بلح، عصير شيء من هذا، وهو لا يسكر. متى يسكر؟ إذا تخمر وتحول إلى كحول، وده هيبقى حرام. ممكن يتعمل من اللبن، ممكن يتخمر اللبن، ممكن العيش يتخمر اللي بيعملوها البوظة دي، ممكن يتخمر يسكر. يبقى كل مسكر خمر وكل خمر ايه؟ حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الخمر ما خامر العقول، يعني ما غطى العقل، بحيث الإنسان لا يدري ما حوله ولا يدري ما يتكلم به. حتى تعلموا ايه؟ ما تقولون. إن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى الإنسان إذا كان في حالة السكر يعلم ما يقول؟ لا. يعلم ما يفعل؟ لا. ويؤدي ذلك إلى الوقوع في كل المنكرات، يؤدي ذلك إلى الوقوع في كل الايه؟ المنكرات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى كل الأشياء الخبيثة جاءت في هذا المنكر وهو الخمر. يبقى الخمر ما هوش المادة السائلة اللي هي العصير المخمر، العصير المخمر، لكن كل ما أسكر هيبقى إيه؟ خمر. كل ما أذهب العقل هيبقى خمر. يبقى الحشيش إيه؟ خمر. الحشيش خمر. والأنواع بقى الخمر من أول البيرة لغاية الأنواع الأخرى اللي هي النبيذ والروم والويسكي والأشياء هذه كلها خمور من أول البيرة لأن فيها كحول. نأتي إلى الأشياء الخمر الجامد وهو الحشيش، البانجو، الماريجوانا، الأصناف اللي هي في العشبية، الأصناف اللي بتبقى من العشب، القنب الهندي والخشخاش، الأفيون. الأفيون طبعا مصنع من هذه المواد اللي هي من المواد العشبية، بيصنع منها الأفيون، بعدين الأفيون يصنع منه بقية الأصناف المخدرة زي الهيروين والمورفين
وغيره. والكوكايين من مادة أيضا بتصنع منها. كل ده اسمه خمر. كل ده عندنا إيه؟ خمر. كل ده وحدة واحدة بالنسبة لنا احنا، وحدة واحدة ما عندناش تفريق فيه. احنا ايه الصفة عندنا اللي حرمنا عليها؟ احنا حرمنا يعني التحريم جه في التشريع على صفة، ما جاش على ايه؟ ما جاش على شكل، ما جاش على سائل ولا جامد ولا اخضر ولا يابس ولا ها ولا لا، جه على صفة. الصفة دي هي صفة الايه؟ الاسكار. ما اسكر قليله فكثيره ايه؟ حرام. يبقى لو احنا شربنا كتير فأسكرنا، يبقى الجرعة الواحدة غطى الإزازة يبقى حرام، يبقى أقل شيء فيه يبقى حرام. المعتمد فيه أن يكون تكون هذه المادة تؤدي إلى الإسكار. الإسكار هو عملية تخمير العقل، تغطية العقل، عشان كده سميت خمر. فتخمير العقل ده هو الإسكار. فإحنا بنقول كل ما كسب بقى من هذه الأشياء فهو حرام. هيدخل فيه كمان بيع الدخان والأشياء دي. يبقى لو الإنسان تصدق من هذا المال، الإنسان تصدق من هذا المال، فهذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إيه هو القبول؟ إيه هو القبول؟ إحنا عندنا في العبادة أمرين، صحة وإيه؟ وقبول. عشان نبقى فاهمين، نقول كل عبادة غابت عنها الصحة فهي غير مقبولة. كل عبادة غابت عنها الصحة فهي غير مقبولة. يعني احنا لو تعبدنا بعبادة غير صحيحة فالعبادة دي غير ايه؟ مقبولة. ولكن ليست كل عبادة صحيحة مقبولة، لأن القبول قد يتخلف لأمور ايه؟ لأمور أخرى. قد يتخلف لأمور أخرى. مثلا واحد أدى الصلاة صحيحة، يبقى جه في وقت الصلاة وستر عورته واستقبل القبلة ونقى نفسه من النجاسات وتوضأ للصلاة وتخلص من الحدث الأكبر وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ ما تيسر من القرآن وركع وفعل كل الصلاة صحيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو بيأتي كاهن أو عراف، الصلاة هنا إيه؟ صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة، بس غير مقبولة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. يبقى هنا تخلف القبول لأمر إيه؟ تاني. يبقى كل عمل غير صحيح غير مقبول، ولكن ليس كل عمل صحيح مقبول. فقد يتخلف القبول لإيه؟ لأمور أخرى. قد يتخلف القبول لأمور أخرى. فلا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول. يبقى أي مال حرام الله سبحانه وتعالى لا يقبله. والقبول هو رضا الله عز وجل عن هذا العمل وإثابة صاحبه عليه، وإثابة صاحبه عليه إنه هيجري الثواب لصاحب هذا العمل على هذا العمل. يبقى لو هذا العمل صحيح لكن غير مقبول، ده معناه أن الله لن يثيبه على هذا الإيه؟ العمل، مش هيجعل له أجر على هذا العمل. ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. يعني الطهور اللي هو التطهر، الطهور اللي هو التطهر. والطهور بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به أو يتطهر به. يبقى إذا جاءت بالفتح قلنا طهور، يبقى ده إيه؟ الماء اللي احنا بنتوضأ به أو نتطهر به. لو جاءت بالضم طهور، يبقى هي عملية التطهير، سواء كانت الغسل أو الوضوء. العملية نفسها اسمها طهور، يعني تطهر، المقصود بها التطهر. ولا صلاة بغير طهور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة بغير ايه؟ بغير طهور. يعني لو صلى الإنسان وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر، تقع صلاته ايه؟ باطلة، وبالتالي تبقى غير مقبولة. لأن كل عمل غير صحيح يبقى غير ايه؟ غير مقبول. كل عمل غير صحيح يبقى غير مقبول. فلما يقع العمل باطل لتخلف شرط من شروطه، فيصبح هذا العمل غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث قال المنذري فيه، وأخرجه النسائي وابن ماجة، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والصلاة
في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة. يعني في الروايات الأخرى كان في تقديم وتأخير في الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. هنا الرواية إيه؟ لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. هؤلاء العلماء الأفاضل اللي هو النسائي وابن ماجه ومسلم والترمذي، كل هؤلاء غير عرب، كل هؤلاء غير عرب، حفظ الله عز وجل بهم الدين، وأخرجت بلادهم هؤلاء العلماء الأكابر. الإمام النسائي من نساء، وابن ماجه البستي من بست، ومسلم من نيسابور، والترمذي من ترمذ. هذه البلاد صارت أن محتلة من الكفار، وصار أهلها لا يعرفون عن الإسلام اسما ولا رسما ولا شيء من هذا، اللي هي بلاد أوزبكستان وتركستان وغيرها من بلاد كثيرة جدا في كانت في تحت الاحتلال الشيوعي مدة طويلة جدا، حتى صاروا ما يعرفون من الإسلام شيئا، لا يعرفون من الإسلام شيئا، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، وتتزوج المسلمة من نصراني، وأشياء كثيرة جدا في هذه البلاد نتيجة الاحتلال الكفار لبلاد المسلمين، وقطع المادة العلمية عنهم، وتشويه الإسلام، لأنهم نفس الكفار طويل جدا، بيضع خطة ويبدأ بالشيء الذي يسمونها بتجفيف المنابع، إن هو يمنع الأجيال القادمة، الأجيال التي ستكون لها هي مستقبل البلاد، يمنع عنها كل العلوم الشرعية، ويمنعها من الوصول إلى ذلك، يمنع المواد العلمية. يعني كان من يقبض عليه في هذه البلاد، في بلاد الاتحاد السوفيتي، من كان يقبض عليه معه ورقة مكتوبة باللغة العربية كان يعدم، يحكم عليه بالإعدام، حتى بغض النظر مكتوب فيها إيه هذه الورقة، فضلا أن يكون فيها مصحف أو يكون فيها قراءة للقرآن. فده اللي بيمارس على بلاد المسلمين. وأول شيء هو محاربة اللغة، أول شيء هو محاربة اللغة. إذا أبعدك عن اللغة التي هي لغة القرآن ولغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصبح غريب. إذا كان إحنا وإحنا بنتكلم عربي الآن الألفاظ بتبقى غريبة ومحتاجة شرح، ما بالك بالأعجمي. فيبدأ إذا أبعده عن اللغة العربية يبدأ يضع له تفسيرات بعد كده بلغته للقرآن وللسنة هي ليست من الدين، وتفسيرات للشريعة نفسها، إلى أن نجد أنه يحدث الانحراف، وتبدأ زاوية الانحراف في البعد بين الضلعين، بين الحق وبين الباطل، تبقى بعيدة. يعني احنا دايما بنشوف الزاوية، نشوف هنا في أولها نقطة، الزاوية في أولها نقطة، وبعدين نلاقي الفرق بيزيد بين الضلعين، وكل ما تمشي الأيام، كل ما الأيام تمشي، كل ما الفرق يبقى ده الإسلام اللي هو الصراط المستقيم، يبدأ الناس يبعدوا عن الإسلام مع الوقت، وده اللي بيستخدمه الأعداء في هذا الأمر. فالعلماء دول كلهم كانوا من بلاد الاتحاد السوفيتي، يعني من بلاد إيران، وبعدين بلاد ما وراء النهر اللي هي بلاد باكستان وبنجلاديش والهند اللي هي ما وراء نهر سيحون وجيحون، وبعدين البلاد بتاعت أرمينيا اللي كانت وأذربيجان والتركستان وأوزبكستان وتشقند وبخارة وغيرها من البلاد، ودي كانت في الاتحاد السوفيتي، وفي بلاد كانت في الصين، وفي بلاد كانت في الصين اللي هي جزء التركستان الشرقية ده اللي في الصين المحتل من الصينيين، الجزء ده إسلامي وما زالت مظاهر الإسلام موجودة فيه. عشان نشوف الحرب بتبدأ ازاي، الحرب بتبدأ مش واضحة وبتبدأ بسيطة، لكن مع الزمن هو بيحاول يعمل التشويه، عشان كده بيبدأ كمان بالناس ممولين منهم من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وكذا،
مثل الذين يتبوؤون الإذاعات وأجهزة التلفاز زي إبراهيم عيسى مثلا، زي إسلام البحيري، زي غيره من الشخصيات، زي أمنة نصير، زي كذا، تبدأ هم مسلمين لكن يحدث لهم حشو. وده له خطة طويلة جدا، وهي كان أولها الإرساليات أيام محمد علي، اللي هم يرسلوا إرساليات عندنا وإحنا نرسل طلبة يتعلمون هناك ويرجعون بقى منهزمين، لأن الهزيمة النفسية هي أخطر شيء على الأمم. أي هزائم مادية مهما كثرت تبقى محدودة الأثر، تبقى محدودة الأثر، خاصة مع أصحاب العقائد. أصحاب العقائد أصلا لا ينهزمون في معركة مادية، حتى لو انكسروا، حتى لو اتهزموا، حتى لو احتلت بلادهم، يظلون إيه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يظل معتز بدينه بعقيدته بشريعته ويواجه بها كل هذا. لكن متى تحدث الهزيمة؟ إذا هزم نفسيا. إذا هزم نفسيا يبدأ يحصل إيه؟ فقد الثقة بالذات وبالمبادئ التي عاش عليها. يفقد الثقة، يقولوا له إن سبب تخلفك المبادئ اللي أنت عليها، الإسلام هو سبب التخلف، لازم تتخلص من الإسلام عشان تتقدم. فتحدث هزيمة نفسية، الهزيمة النفسية دي هي فقد الثقة بالذات وفقد الثقة بالمبادئ اللي أنت عشت عليها والمطلوب تموت عليها، والمطلوب تموت عليها. عشان كده بنقول إن النصر بالنسبة للمسلمين مش هو الغلبة والقهر على العدو، لا، النصر الحقيقي هو أن تعيش وأن تموت على الإسلام، تعيش وتموت على مبادئك. إذا فعلت ذلك فأنت عشت منتصرا، وعدوك مقهور حتى لو كان هو الذي له الغلبة، حتى لو كان له الغلبة. فبنقول إن عشان نتذكر تاريخنا وتاريخ أجدادنا، العلماء دول كلهم مش عرب، كلهم مش عرب، لكن بيتكلموا عربي ولا بيتكلموش عربي؟ ما كانوش يكتبوا كل ده، ما كانوش يكتبوا كل ده. يعني السيبويه اللي وضع أصول العربية مش إيه؟ مش عربي. السيبويه اللي وضع أصول العربية مش عربي. اللي وضع علوم القرآن أصلا والتجويد وغيرها مش عربي، كان أندلسي، كان رجل من الأندلس، اللي هو الشاطبي، صاحب الشاطبية، اللي الناس كلها اللي بيدرسوا قرآن يدرسوا الشاطبية، مش عربي. يعني إذن إحنا بنجد إن الناس دول لما دخلوا القرآن أول شيء، أو دخلوا الإسلام أول شيء يتعلموا إيه؟ اللغة. عشان كده العدو أول شيء عايز يسلبنا ليه؟ اللغة. عشان كده بينقلنا للعامية، إحنا عايزين نرجع للعربية تاني، إحنا عايزين نرجع للعربية تاني، لأن العربية هي الحصن الأول للدفاع عن الدين. اللغة العربية هي الحصن الأول للدفاع عن الدين. يعني احنا نشوف لما فرنسا دخلت الجزائر والمغرب وتونس، بدأت ايه؟ تشيع اللغة الفرنسية، وان هم يتركوا اللغة العربية. هنلاقي دلوقتي الدول دي بيننا وبينها، احنا كمصريين بيننا وبينها في اسلامين، مع ان الدول دي كانت متقدمة جدا، كان في جامعة القيروان وجامعة الزيتونة، وكان في جامعة في الاندلس قبل ما الناس دي، ايام ما كانت اوروبا بتمشي على ايديها ورجليها زي البهايم، احنا كان عندنا الجامعات دي وكانت اوروبا بتمشي على ايديها ورجليها لسه. الامريكا مكتشفة من 200 سنة، احنا اصحاب حضارة تخطت 1400 سنة. يعني اذا الهنود الحمر دول كانوا بيعملوا حيوانات في الجبال، يعني اللي هم امريكا كانوا حيوانات في الجبال. ف قبل ما يحصل هذا التقدم كان عندنا جامعة في الأندلس، وكان عندنا جامعة في الزيتونة، وكان عندنا جامعة في القيروان، وكان عندنا جامعة في القاهرة، وكان عندنا جامعة في الهند، وما زالت هذه الجامعة موجودة في الهند. فده كان موجود تقدم سواء في كل الاتجاهات، كان موجود خاصة تقدم العلم الشرعي كان موجود، وكان في علماء أثروا هذه العلوم الشرعية لم يكونوا عربا. وفي أصول الايه؟ في أصول اللغة، يعني أصول الفقه في كتاب الاعتصام وضعه الإمام الشاطبي وهو ليس عربيا،
الشاطبي ده غير الشاطبي ده. أكابر اللي أصل في المذهب المالكي أبو عمر بن عبد البر مش أيضا مش عربي. الإمام ابن حزم الظاهري مش عربي، أندلسي. إذن هنشوف إحنا هذا الكم الكبير جدا من العلماء لم يكونوا من العرب. ده تاريخ كبير جدا، هم يريدون فصلنا عن تاريخنا. يقولك ما تبصش لورا أحسن، إيه الورا ده ظلام. هو فعلا ظلام بالنسبة لأوروبا. أوروبا بتستحي تتكلم عن ماضيها، لكن إحنا أصحاب ماضي مشرق. إحنا ينبغي إن إحنا نفخر بالماضي بتاعنا، ماضينا مشرق. إنما أوروبا لما تتكلم عن الماضي بتاعها تتكلم على إيه؟ على الجمود، على سيطرة الكنيسة، على الحكم، على قتل العلماء، على التخلف اللي كانت تعيشه أوروبا، على التخلف الكبير كانت تعيشه أوروبا. لكن إحنا نتكلم عن ماضي، نتكلم عن مجد كبير جدا، على إن إحنا أقمنا أعظم إمبراطورية في التاريخ، امتدت من الصين إلى فرنسا يحكمها رجل، سواء كان في المدينة أو كان في دمشق أو كان في بغداد أو كان في الكوفة يعني دي، أو بعد كده بقى في إسطنبول اللي هي كانت عاصمة الخلافة العثمانية. واحد بيحكم دولة متسعة هذا الاتساع، وكان دولة أمجاد. قال الإمام أبو داود رحمه الله، أبو داود أيضا سجستاني من سجستان، يعني هنلاقي معظمهم على هذا الحال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث حدث منه حدث فلا يمكنه أن يصلي وعليه هذا الحدث. الحدث ده يعني في بعض الروايات قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو درات. هذا في بعض الروايات أنه فسر الحدث بهذا، وهذا ضربا للمثال. وإلا إحنا نتكلم على الحدث نتكلم على حدثين، الحدث الأكبر وهو الحدث الأكبر وهو الجنابة، وهذه الجنابة تحدث بالجماع وتحدث بأي نوع من أنواع الاستمناء وتحدث بالاحتلام كل هذا يحدث به الجماع الجنابة. أما الحدث الأصغر فهو متعلق بكل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين من بول أو براز أو مذي أو ودي أو دم أو دود أو حصى أو رمل، أي شيء هيخرج من السبيلين هيبقى ناقض للوضوء، أو فساء أو درات. يبقى إحنا نشوف أي حاجة، نقول أي حاجة تخرج من السبيلين هتنقض الوضوء. دي النواقض الأساسية، النواقض الأساسية للوضوء هي الفساء، الدرات، البول، البراز، الدم، الدود، الرمل، الحصى، المذي، الودي. هذه عشرة أشياء تخرج من إحنا ما ذكرناش المني، لأن المني يوجب يوجب الغسل إلا إذا كان لمرض أو لبرد. طب إيه الفرق؟ نفرق بين إزاي؟ إنه في هذه الحالة لا يخرج بدفق ولا بشهوة، لا يخرج بدفق ولا بشهوة. في الحالة المرضية إنه لو عنده مرض المني أصلا لا يخرج إلا بدفق دفع وبشهوة، ويحدث خدر في البدن بعده. إذا كان لمرض فمش هيعمل الأوصاف دي، وبالتالي إذا كان هو لمرض فهذا يكون حكم البول. إذا كان لمرض يبقى حكم حكم البول. نيجي لنواقض الوضوء التي ليست من الخارج من السبيلين. هيبقى عندنا نوم المضطجع غير الممكن مقعدته من الأرض. نوم المتق ليه؟ لأنه متعلق بالسبيلين برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
العين وكاء السهم. العين وكاء ايه؟ السهم. يعني ايه وكاء؟ الرباط اللي بتربط بيه الإربة، الرباط اللي بتربط بيه الإربة. يبقى شبه النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الدبر بفم القربة، وشبه العين بالرباط اللي بيربط الايه؟ العين. فإذا نامت العين انحل الايه؟ الرباط ده. فالعين وكاء السه، فإذا نامت العين ايه؟ انحل الايه؟ الوكاء ده، الرباط ده، والسه هيخرج الايه؟ ما فيه. يبقى المايه اللي هتبقى في القربة هتطلع. فالعين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل السه. يبقى السه هي ايه؟ فعشان كده نوم المضطجع، المضطجع اللي هو ايه؟ بينام على جنبه، غير الممكن مقعدته من الارض، او غير الممكن مقعدته من، لكن اذا كان ممكن من مقعدته من الارض ضامما اليتيه بحيث لا يمكن خروج شيء منها، فيبقى النوم ده غير ناقض. يبقى ليس كل نوم ناقض للوضوء، وانما نوم غير الممكن مقعدته من الارض او نوم المضطجع. ده متعلق برضو بالخارج من الايه؟ من السبيلين. مس المرأة بشهوة، مس الايه؟ مس المرأة بشهوة، ده ينقض الوضوء. برضو متعلق بالايه؟ بالسبيلين، لانه هو مظنة خروج المذي. لانه اذا مس المرأة بشهوة، سواء كانت المرأة دي زوجته او كانت اجنبية، او كانت اجنبية، فالمس ده اذا كان بشهوة يبقى مظنة خروج المذي، مظنة خروج المذي. طب ليه ما قالش ان هو لو خرج مذي ينقض الوضوء؟ لان المذي يخرج دون ان يشعر به الانسان. المذي بيخرج بايه؟ بسلاسة، بحيث الانسان لا يشعر به عند خروجه، وهو رقيق، ابيض رقيق، يعني لا يكون له اثر في الايه؟ في الملابس. ويسموها النجاسات المرئية، يسموها النجاسات المرئية اللي هي لا تترك اثر. يعني المذي والود لا يتركان اثر في الملابس. ايه اللي بيترك اثر؟ المني، له يترك اثر بقعه صفراء، وله رائحه الطلح، اللي هو ايه؟ الطلح ده اللي هو ايه؟ الدكار بتاع النخل، اللي هو تلقيح النخل، بيبقى فيه كوز في النخله الدكر كده مليانه بودر من داخلها، بتنفجر وبعدين يطير البودر ده عشان يلقح النخل، عشان النخل ده ينتج. لو ما تلقحش النخل ده ما ينتجش، لو ما تلقحش ما ينتجش. فده له نفس الرائحة بتاعت الايه؟ بتاعت الطلح. فيقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يبقى احنا قلنا هو الحدث حدثين، حدث الاكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، والحدث الاصغر وهو الذي ذكرنا اسبابه، ذكرنا اسبابه. في بقى ناقض للوضوء مش متعلق بالايه؟ بالقبل والدبر، وهو اكل لحم الابل. وهو الناقد الوحيد اللي خارج عن الايه؟ عن التصنيف ده. يبقى كل ناقد متعلق بايه؟ بالقبل والدبر. اي ناقد للوضوء متعلق بالقبل والدبر. يجي واحد يقول لك طب انا اتجرحت وطلع دم، ينقض الوضوء؟ لا. وقعت على ايدي نجاسه، تنقض الوضوء؟ لا، ما تنقضش الوضوء. انا تقيأت، ينقض الوضوء؟ لا. كل النواقد متعلقة فين؟ بالقبل والدبر، سواء من الخارج أو ما يتعلق منها كنوم المضطجع أو مس المرأة بإيه؟ بشهوة. ويبقى ناقد واحد هو اللي ملوش دعوة بالحكاية دي، اللي هو أكل لحم الإبل. لأن الإبل لها طبيعة شيطانية، لها طبيعة شيطانية، والإنسان إذا تعود على أكل شيء فإنه ينتقل إليه طبيعته. ولذلك تجد غير المسلمين عندهم دياثة، هذه منقولة من أكل لحم الخنزير، لأن الحيوان الوحيد الذي لا يغير على أنثاه الخنزير، الحيوان الوحيد الذي لا يغير على أنثاه الخنزير، وبالتالي أكل لحم الخنزير عندهم دياثة، لا يبالي من دخل على أهله، ولا من خرج، ولا من فعل، ولا من جلس، ولا من رقص، ولا من كذا، ما عندوش هذا الحس، مش موجود هذا الحس. وهذا من أكل لحم الخنزير، لأنه يؤثر في الإنسان. عشان كده أكل لحم الإبل، الإبل لها طبيعة شيطانية. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا،
قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، إنها من الشياطين، يعني لها طبيعة شيطانية. ولذلك يقول الناس تقول إيه؟ الجمل يغدر، يغدر يهيج، وقد يقتل صاحبه، يقتل صاحبه. هذه هي طبيعة الهياج، دي هي طبيعة شيطانية. وبالتالي إذا أكل الإنسان لحم الإبل بيتوضأ، لأن هذا ما يقضي على هذه الطبيعة، ما يقضي على هذه الطبيعة. يبقى ده الناقد الوحيد اللي هو خارج الايه المنظومة، عشان نبقى حافظين اي حاجة متعلقة بالقبل والدبر يبقى دي تنقض الوضوء، اذا خرجت تنقض الايه الوضوء، بغض النظر عن كونها طاهرة او ايه او نجس. يعني الفساء والدرات طاهر ولا نجس؟ طاهر، ولكن ينقض الوضوء. يبقى احنا ما فيش علاقة بالخارج ده طاهر ولا ايه ولا نجس، احنا لينا علاقة بالخارج نفسه. اذا خرج شيء من القبل او خرج شيء من الدبر يبقى هذا ينقض الايه ينقض الوضوء. يتعلق به نوم المضطجع ومس المرأة بشهوة، ويبقى اكل لحم الابل هو الناقض الوحيد الخارج عن المنظومة. مس المرأة هنا اللمس ولا لا؟ اللمس، الجماعة يجب الغسل. مسها، اذا مسها في ايدها سلم عليها قبلها، هذا كله مس. حتى لو هذا، حتى لو هذا، يعني كانوا الصحابة ينتظرون صلاة العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينامون ولهم هذا الغطيط، كانوا ينامون ولهم غطيط حتى يسقط رأسه في حجره، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. فالنوم المقصود به إذا أمن الإنسان خروج شيء، يعني نام نوم جلس جلسة ونام فيها كده لكن آمن أن يخرج منه شيء، ففي هذه الحالة يكون هذا النوم غير ناقض للوضوء. إنسان بقى بيحتاط بس بتبعد عن الوسواسة، يعني ما تبقاش وسواسة. إنسان إذا نام توضأ ماشي، ما فيش مشكلة، لكن ما يكونش ده وسواسة إنه يبقى كل نوم خفيف تقيل كذا وهو صاحي يعتقد نفسه نام يقوم يتوضأ، لا، ما يتوصلش إلى درجة الإيه الوسواسة. في ايه؟ في خلاف، بس احنا نذكر الصحيح من اقوال اهل العلم، لان هذا غير متعلق. الخلاف بقى يقول لو خرج من بداية المعدة فليس بناقض، ولو دخل خرج من اسفل المعدة فهو ناقض لانه قد تحول الطعام. احنا ملناش دعوة بتحول الطعام ولا ان الطعام ده تحول ولا ما تحولش، احنا لينا دعوة بالخارج. دائما احنا إذا خرج شيء من السبيلين هو ده اللي بينقض، هو ده المعول عليه. هنا بقى ده خارج من السبيلين ولا مش خارج من السبيلين؟ زي ما بنيجي نتكلم في الصيام يقول لك خد حقنة، طب الحقنة دي خدها عن طريق الفم؟ مش احنا بنقول الصيام هو الامتناع عن شهوة الفم والفرج؟ طب الحقنة دي هو خدها في الفم؟ خلاص، يبقى مش هو ده المدخل، ده هو المتعلق بالفطر. المدخل ده هو المتعلق بالفطر، لو دخل تراب هنا يفطر، انما لو دخل غذاء هنا ما يفطرش. ليه؟ لان هذا لا تحدث به الشهوة، انت تمتنع عن شهوة الطعام. الطعام نفسه شهوة، وذلك الانسان اما يبقى جعان كده ويلاقي السفرة اتحضرت يتهلل، يبقى فرحان، دي تحدث له سعادة بهذا الايه بهذا الطعام، بغض النظر الطعام ده نوعه ايه. الجعان هيشعر بهذا، لو عيش حف هيبقى فرحان فرح شديد جدا بهذا. قال الامام المنذري واخرجه البخاري ومسلم والترمذي، يعني الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وده بقى من باب اولى في دليل على انه لو احدث اثناء الصلاه يتم الصلاه ام يخرج منها؟ يخرج منها، انها تبطل. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. محمد بن الحنفية
عن علي، علي رب ابن أبي طالب هو والد محمد ابن الحنفية، ولكن هو كان محمد ابن الحنفية ده من أكابر علماء، وكان ينسب إلى أمه، كان ينسب إلى أمه، وأم محمد ابن الحنفية هي من سبي بني حنيفة، لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، تعرفون قصة قتال أهل الردة، فسبى منهم نساء، فكان من السبايا هذه المرأة، كانت تسمى خولة، كانت هذه المرأة من سبايا بني حنيفة، ممن أسرهم أبو بكر رضي الله عنه، وكانت لما قسمت الغنائم هي كانت في قسم علي بن أبي طالب، وهذا من الأحاديث الذي يرد على الشيعة ويفحمهم بصحة إمامة أبي بكر. أولا هم يعتقدون أن علي إمام معصوم، أن علي رضي الله عنه إمام معصوم، وهذا الكلام كذب طبعا، لأن علي نعم علي له أفضلية، وعلي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة ووالد الحسن والحسين وكل هؤلاء، نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. خلي بالكم الشيعة بيدعون حب آل البيت، لا، الشيعة يعبدون آل البيت، لكن نحن فقط الذين نحب آل البيت حبا خالصا بعيدا عن الشرك والوثنية، ولكن نحن نحبهم لمحبة الله لهم، ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، ولمحبة الصحابة لهم، ولأن حبهم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى، نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بحب علي والعباس والحمزة وأيضا وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وعبد الله بن عباس والفضل بن عباس وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحبهم حبا جما، لكن لا نؤلههم، نحن لا نؤله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعبده من دون الله، فضلا إن احنا نعبد الحسن ولا الحسين، أو نطلب شيء من الحسين أو نطلب شيء من الحسن، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم وخلق عليا وخلق الحسن وخلق الحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أكف الضراعة إلى الله وهو رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى نحن نرفع إيدينا لربنا سبحانه وتعالى ونقول يا رب، لأنه قال ربكم ادعوني ادعوني أنا فقط، ادعوني أنا إيه؟ أنا فقط، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فالدعوة الدعاء لابد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. محمد بن الحنفية كان من أمه من سبايا هذه الحرب، وأنتم تعتقدون، نقول لهم أنتم تعتقدون أن علي بن أبي طالب إمام معصوم، إذا الإمام معصوم ده لا يرتكب إيه؟ خطأ، لا يرتكب خطأ، لماذا قبل هذه المرأة وهي سبايا حرب قادها أبو بكر؟ إما أن يكون عليا ارتكب خطأ بذلك، وإما أن يكون قائلا بصحة إمامة أيه؟ أبي بكر، لأن السبايا دول ترتب وجود السبايا دول على إيه؟ على إمامة أبي بكر، لأن هو الإمام وهو اللي قاد الحرب وهو اللي سبق، هو اللي سبق وهو اللي غنم، وإن ده كان من نصيب علي بن أبي طالب، وتزوج هذه المرأة اللي هي الحنفية دي، كانت أما هي، وأنجب منها محمد ابن الحنفية اللي كان ينسب إلى ابن، اشتهر بذلك محمد ابن الحنفية، أي ابن المرأة التي من بني حنيفة، وهذا يدل على إفحام الشيعة بصحة إمام أبي بكر باعتراف علي رضي الله عنه بصحة هذه المعركة التي إمامها مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. نعم، المرتدة لا، هؤلاء كانوا من بني حنيفة، هل كانوا من أصلهم؟ كانوا من فرعهم؟ كانت هي أما عندهم؟ يعني هو في خلاف في هذه النقطة يعني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، أي شيء له مفتاح، أي شيء له مفتاح. الصلاة عشان نفتح الباب إلى الصلاة أول حاجة الإيه؟ الطهور. لكن أنت ممكن تفتح الباب وما تدخلش، مش كده؟ يعني ممكن تتوضى وتبقى طاهر ما تصليش، مش كده؟ يبقى ده مفتاح الصلاة الطهور. بس أنت لو ما فتحتش ما تقدرش تدخل. يعني فرق بين الإيه؟ الحالتين. مش كل اللي فتح دخل، ولكن إذا ما فتحش ما يقدرش يدخل. يبقى عشان يدخل على الصلاة لازم يفتح الباب، الباب ده هو الإيه؟ الطهور. لكن مش لازم كل ما يفتح الباب يدخل. فيبقى مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير اللي هي تكبيرة الإيه؟ الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم عليه أشياء كانت حلا له قبل أن يقول الله أكبر. يبقى هو قبل ما يقول الله أكبر ينفع يأكل؟ قبل ما يقول الله أكبر ينفع يأكل؟ ينفع يأكل. ينفع يشرب؟ ينفع يشرب. ينفع يضحك؟ ينفع يتلفت ويبص فوق وتحت وشمال ويمين؟ ينفع. طب بعد ما يقول الله أكبر ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده قلنا إيه؟ تكبيرة الإحرام، يعني بهذه التكبيرة حرم عليه أشياء كانت حلا له قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. زي الحج والعمرة، أول ما يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج ما ينفعش يقص شعره، ما ينفعش يضع الطيب في بدنه ولا في ثوبه، ما ينفعش يقصر أظافره، ما ينفعش يستطصد البر، ما ينفعش يعمل عقد زواج أو يتزوج أو يزوج غيره. كل دي أشياء كانت حل له قبل ما يقول إيه؟ لبيك اللهم بعمر. بعد ما قال لبيك اللهم بعمر صارت حراما عليه، عشان كده بيسموه الإيه؟ الإحرام. يسموه الإحرام. هنا برضو تكبيرة الإحرام هي لأنه يعني حرم عليه أشياء بهذه التكبيرة كانت حلا له قبل وتحليلها التسليم. يبقى لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يحل له ما كان له حلالا قبل تكبيرة الإحرام، ويحل له ما كان عليه حراما بعد تكبيرة الإحرام، زي الأكل والشرب والضحك والالتفات وغير ذلك من الأشياء اللي كانت عليه حرام قبل كده. فقال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. لا، هي الصلاة لا يتحلل منها إلا بعد إكمالها، هذا اللي يسمى تحليل. أما إذا عرض له عارض أثناء الصلاة وأراد أن يخرج منها، يعني واحد بيصلي نافلة، واحد بيصلي نافلة فأقيمت الصلاة فأراد أن يدخل في الفريضة، لو سلم ده مش تحليل، لأن هذا إبطال، هذا إيه؟ إبطال وليس تحليل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فهو ده إبطال وليس تحليل، والإبطال يحدث بمجرد نية الخروج من الصلاة. أول ما ينتوي إن هو نوى يخرج من الصلاة بطلت خلاص، ولا محتاجة تسليم ولا محتاجة غيره، مجرد النية مش محتاجة تسليم. لأنه هو عندما يكبر، قبل ما يكبر كده بينتوي ايه؟ بينتوي الصلاة، وتظل هذه النية. يبقى النية تكون قبل تكبيرة الإحرام بقليل، وتستمر معه طول الصلاة، تستمر معه طول الايه؟ الصلاة. يعني لو هو بيصلي فريضة ونوى ينقلها نافلة، تنتقل نافلة، تنتقل ايه؟ نافلة. نوى ينقل الفريضة نافلة، تبطل الفريضة، تبطل الايه؟ تبطل الفريضة. مجرد ان هو وهو واقف كده بيصلي او ساجد او راكع نوى يخرج من الصلاة خلاص كده بطلت، مش محتاجة تسليم. انما التحليل ده بيبقى بعد التمام، يعني اتم الصلاة
فلا يتحلل منها. يعني أنا بعد ما قلت التشهد والدعاء والتمام التمام كده انتهيت من الصلاة، ينفع أكل؟ لا، لازم أسلم. لازم إيه؟ لازم أسلم التسليمتين. يبقى ده التحليل. التحليل يكون بعد التمام. التحليل يكون بعد التمام. بعض الناس يقول لك الأدب أنك ما تنصرفش من أمام الله سبحانه وتعالى إلا بتسليم. هذا ليس تحليل للصلاة، هذا إبطال لهذه الايه لهذه العبادة لسبب من الأسباب، لأنه في سبب عنده أدى إلى إبطالها، فهو مش محتاج هذا الأمر. احنا بس عشان ايه اتكلمنا كتير في خارج الكتاب، نستأذنكم بس ليه لغاية الساعة 8 بس. الساعة كام؟ 9؟ ماشي 9. طيب تأذنوا ولا لا؟ طيب. قال المصنف رحمه الله، وهو الإمام أبو داود: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، هل هذا يجوز يعني أم لا يجوز؟ لا يجوز طبعا. هو الوضوء يكون مستمرا ما لم يحدث، طالما ما أحدث هيبقى الوضوء ده مستمر، ويجوز له أن يصلي به الصلاة والصلاتين والثلاث صلوات حتى الخمس صلوات لو استطاع، إذا لم يحدث يصلي به هذه الصلوات. لكن هل يجوز له أن يجدد الوضوء لكل صلاة؟ هو سيذكر فيه الحديث، وهذا جائز، هذا الأمر جائز، وهي عبادة يترتب عليها أجر، يترتب عليها أجر. كما قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ح يعني تحول السند، وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال: كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف. لكن يجوز أن يجدد الإنسان الوضوء وأن يتوضأ لكل صلاة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذه عبادة يؤجر عليها الإنسان. لكن هذا الحديث ضعيف. قال الإمام أبو داود: باب ما ينجس الماء. باب ما ينجس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب. يعني الماء يكون في الفلاء في الصحراء، وما ينوبه من السباع والدواب يشربون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا يدل على أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة، لا يتأثر بالنجاسة، وأن الماء الكثير حدده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالقلتين، والقلتين هي كما ذكر العلماء 5 قرب حجازية، 5 قرب حجازية، ولها يعني وزن هي حوالي يعني ذراع وربع مكعب من الماء، ذراع وربع مكعب من الماء، وهي تقريبا 20 صفيحة ماء. هذا الوزن حوالي 20 صفيحة ماء، وهي بتقدر
ب183 صاع من الماء، والصاع 2 لتر يعني 2 كيلو أو 2 لتر من الماء، فهو ما يقرب من 400 لتر يعني 400 كيلو من الماء، وده بيقدره العلماء بذراع وربع مكعب من الماء. دي الخمس قرب حجازية يعني. نعم صاع. الماء الكثير العلماء فرقوا، والمسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، يعني مالك رحمه الله لا يفرق بين القليل والكثير، ما عندوش قليل وكثير، بيرى ان الماء القليل زي الماء الكثير، اذا النجاسة غيرت يبقى الماء نجس، ما غيرتش يبقى الماء مش نجس، يبقى الماء مش نجس. هذا مذهب مالك، وده مذهب من ريح دماغه ان هو كده المسألة ايه انتهت في كلمتين. ابو حنيفة بيرى ان في فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن بيرى ان الكثير هو 10 أذرع في 10 أذرع، او ما حركت طرفه لم يتحرك الطرف الثاني، يعني انت جيت عملت كده التيار مية من ناحية ما يتأثرش بيه الطرف الثاني، هو ده الماء الكثير وليس عليه دليل، وده كلام ابي حنيفة. الامام احمد والشافعي يرون ان الماء الكثير هو ما بلغ قلتين بناء على هذا الحديث، وبالتالي اذا بلغ الماء قلتين اللي هي زي ما قلنا 20 صفيحة اللي هي 20 جالون، يعني إذا بلغ الماء هذا المبلغ فإن النجاسة لا تؤثر فيه إذا لم تغيره. إذا إيه؟ إذا لم تغيره. يبقى الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير بلون أو طعم أو رائحة، بلون أو طعم أو رائحة، إذا تغير بلون أو طعم أو رائحة ينجس، سواء كان كثيرا أو إيه أو قليل. المشكلة هي في إذا لم يتغير وهو كثير، إذا لم يتغير وهو كثير فلا ينجس عند أحمد والشافعي، وده بيأخذ بهذا الحديث اللي هو حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. واعترض بعض أهل العلم على ذلك فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الماء في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7، فقالوا ده ماء قليل لأن الكلب مش هيلغ في هذا الماء الكثير، إناء أحدكم غير الماء الايه الكثير، اناء الاناء احدكم وايه ما نعم، ما احنا بنقول اذا تغير وهو قليل خلاص ما فيش مشكله، لكن هم بيستدلوا بيه على الماء الكثير، فبنقول الحديث جاء في اناء احدكم، والاناء ده هو الاناء بتاع الاكل، هيبقى حله هيبقى طبق هيبقى كسروله هيبقى طاسه هيبقى كذا، هو ده الاناء، او كوبايه او كاس او دوره او شيء من هذا، وده كله ماء قليل، وده كله ماء قليل. فقالوا طيب اللي اعترضوا وفرقوش بين الماء القليل وكثير، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي في المسجد فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه لا تزرموه، ثم قال ان هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، انما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، ثم اخذ ذنوبا من ماء فشنه عليه، خد ذنوب، الذنوب ده اللي هو الدلو إذا كان مملوءا، إذا كان فارغ يسمى إيه دلو، لما يتملأ يسمى إيه ذنوب، وده لأن العرب تميل إلى الاختصار في الكلام، متتكلمش كتير، فبدل ما يقول دلو مملوء بالماء سمى إيه ذنوب، يبقى لما يقول ذنوب يبقى الناس عارفين إن ده دلو مملوء بالماء، لما يقول دلو يبقى الدلو اللي الجردل ده إيه الجردل ده فاضي. فأخذ ذنوبا من ماء فشنه عليه، صبوا عليه على البول، فقالوا ده ماء قليل وجاء عن النجاسة، يبقى ازاي الماء يطر؟ فالعلماء بيفرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على الايه النجاسة، ورود النجاسة على الماء ينجسها، وورود الماء الطاهر على النجاسة يطهرها. ليه؟ لانه ده التخلخل في الجزئيات، ان الماء النجاسة اذا سقطت في الماء الطاهر تخلخلت جزئياته، وإذا صب الماء الطاهر على النجاسة تخلخل جزئيات الايه النجاسة فطهر. فده الفرق اللي فرقه الشافعي رحمه الله في أن ورود النجاسة على الماء مختلف عن ورود الماء الايه على النجاسة، فإن ورود الماء على النجاسة يطهرها، وأما ورود النجاسة على الماء فهو ينجسها.
يبقى فرق العلماء بين الماء الكثير والقليل اللي هو الشافعي والإمام أحمد، وقالوا إن الكثير هو ما بلغ القلتين والقليل ما كان دون ذلك، والكثير ده اللي هو القلتين إذا سقطت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه فهو نجس، لم تغير أحد أوصافه يبقى على إيه؟ على طهارته، يبقى على طهارته. فده الحديث اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، يعني بيكون في مناعة داخلية، بيكون عنده قدرة على دفع الخبث عن إيه؟ عن نفسه لكثرته. أما إذا وصلت النجاسة في هذا الماء الكثير من كثرة النجاسة أنها أثرت فيه فغيرت، يبقى خلاص، يبقى تحول إلى إيه؟ إلى ماء نجس، تحول إلى ماء نجس. طبعا هذا الماء النجس لا يجوز استعماله لا في شرب ولا في غسل ملبس ولا في غسل بدن ولا في طهارة ولا شيء من هذا، ولا في شيء من هذا. ليه؟ لأن هذا الماء ينجس، هذا الماء ينجس المحل الذي يسقط عليه، فأنت إذا سقط عليك شيئا منه تحتاج إلى تطهيره، تحتاج إلى تطهير، فهذا لا يستعمل في هذه الأشياء. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد حاء، وحدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه، يعني معنى هذا الحديث. الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب السباع. نعم، الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب السباع. هو ممكن، هو الوارد في نجاسة لعاب الكلب، والكلب من السباع، الكلب من السباع، قد يستدل به على هذا. وطبعا ده أصعب باب في باب الطهارة وباب المياه، ولذلك هو عمل فيه صفحات كثيرة جدا، أنا قلت فيه المختصر المفيد اللي أنت تحتاج إليه، اللي بيريد أن يتوسع بيقرأ فيه الكتاب في هذا. لكن خلاصة الأمر هو هذا، أن العلماء اختلفوا في القليل والكثير، البعض قال أن فيه قليل وكثير، والبعض قال ما فيش قليل ولا كثير. اللي قال ما فيش قليل ولا كثير هو من الإمام مين؟ مالك رحمه الله. طب الباقي قال فيه قليل وكثير، بس الإمام أبو حنيفة عمل كثرة ما عليهاش دليل، قال إنها 10 أذرع في 10 أذرع. الذراع كان 47 سنتي، الذراع القديم، مش هو الذراع بتاعنا، الذراع بتاعنا احنا 56 سنتي اللي هو دلوقتي، الذراع العربي القديم كان 47 سنتي، فعشرة أذرع يعني ايه؟ حوالي 4 متر و70 سنتي، في 4 متر و70 سنتي، فدي مساحة كبيرة جدا. فقال ده هو الكثير، أو إذا ما حركت طرفه لم يتحرك الطرف الثاني، وده برضو الكلام ده معلوش دليل. يبقى الكلام الإمام أحمد وإيه والشافعي، يبقى الإمام كلام الإمام أحمد والشافعي، وحيبقى الخلاف بينهم وبين مين؟ وبين الإمام مالك رحمه الله، إن مالك بيقول ما فيش قليل ولا كثير، اللي يتنجس يبقى نجس، ولما يتنجس يبقى مش نجس، قليل كان أو إيه أو كثير. وعشان كده الإمام مالك أقل باب في المياه موجود في الفقه كله موجود عند مين؟ عند الإمام مالك، هو المياه خلصها في الإيه؟ في الكلمتين دول. يبقى الإمام أحمد والشافعي، هتلاقي كلام كثير جدا، لأنه هو الكلام على هنتكلم فيه على الماء والقلتين وحجمها والكلام على سقوط النجاسة وتغييرها وإيه هو التغيير، وبعدين التغيير بالسقوط فيها، والتغيير بالمجاورة، والتغيير بالملامسة، والتغيير بالريحة، هبت ريح كريهة عليها من بعيد ولم تسقط فيها نجاسة، هيخش بقى في إيه؟ في أشياء كثيرة جدا، هتاخد وقت طويل جدا في هذا. لكن في الآخر الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا أن الكثير هو القلتين اللي هم 5 قرب حجازية، اللي هي ذراع وربع مكعب، اللي هي
20 صفيحة أو 183 صاع كما ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إنما هي في النهاية هنقول إنها 20 صفيحة، 20 صفيحة اللي هي 20 جالون يعني حوالي 400 لتر تقريبا. نعم. وهي ما تغيرش اوصافها لون ولا طعم، تصبح ايه؟ طاهره. توضأ منها مثلا وهو كان او بدا بالوضوء وهو جنب مثلا او وقع فيها شيء من الصابون بسيط يسير، فما يتغير لون. لا الصابون دي قصه ثانيه. ايوه بس الصابون حاجه تانية غير الصابون طاهر. ممكن حتى لو طاهر وما تغيرش، حتى لو غير اللون او طعمه. ما هو الطاهر اذا سقط الطاهر في الماء الطهور. الماء الطهور، الماء عندنا ثلاث انواع. يبقى احنا نقفل كده على ايه؟ نقف على الحديث. طيب ناخد الحديث 65 لأنه هو برضو فيها نقراه وبعدين نتكلم إن شاء الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. إحنا نقف عند هذا الحديث. الماء ثلاثة أنواع. الماء ثلاثة أنواع، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته والذي يكفي في تعريفه كلمة ماء غير مقيدة بشيء، يعني تقول ماء فقط يبقى ده الماء الطهور. لو قلت بعد كده بقى ده ماء صابون، ماء ورد، ماء كذا، يبقى ده انتقل من الطهور إلى الطاهر لأنه صار عليه قيد. الماء الطهور هو الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض أو ما كان في البحر أو في النهر أو في العين أو غيرها، فده ماء باقي على خلقتي نقول عليه ماء طهور، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. طاهر هو الماء نفسه طاهر ويطهر إيه؟ ويطهر غيره، لأنه ليس كل طاهر في نفسه يطهر إيه؟ يطهر غيره، مش عنده قدرة. يعني اللبن طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر، ولو نجس ما نقدرش ايه؟ نشربه، مش كده؟ لكن هل نتوضأ به؟ لا. الزيت مثلا طاهر في نفسه لكن مش ممكن نتطهر به. يبقى الماء طاهر، الماء الطهور ده هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. العلماء بيقولوا في تعريفه ان هو ما يكفي في تعريفه كلمة ماء، عشان كده يقول لك قعد يلف ويدور في تعريف الماء وبعدين قال ماء. ما فيش غير ما فيهوش تعريف الا كده، ما لهوش تعريف الا كده. هو الماء. فالماء الباقي على خلقته والذي لا يقيد بشيء هو الماء الطهور. طيب لو الماء ده اختلط به طاهر الزم اضافته اليه، بحيث ان احنا ما نقدرش نقول ماء، هنقول ماء صابون، هنقول عليه شوربه، هنقول عليه شاي. يعني الماء الطهور ده احنا حطينا عليه شويه شاي وغليناه، ده بقى ميه ولا بقى شاي؟ بقى شاي، يبقى خرج عن اسمه ماء، ما ينفعش نتوضى به، مش كده؟ جينا سلقنا اللحمه في الميه بقى اسمها ايه؟ شوربه، مرق. المرق ده ينفع نتوضى به؟ طبعا عملنا بيبسي كولا وبتاع ده وعصير وشيء من هذا، ده اصبح ماء ولا لا؟ لا، اصبح ده بيقول بيبسي وده بيقول صودا وده سيفن اب وده كذا، ما بقاش ميه. يبقى اذا خرج الماء ده عن مسماه حتى لو هو باقي على طهاره. ليه باقي على الطهاره؟ لانه اختلط بطاهر الزم اضافته اليه. ده طاهر وده طاهر، بس لما حصل قيد جديد خرج عن الاطلاق. الماء الطهور ده ماء مطلق، ماء مطلق غير مقيد. فلما حصل قيد بقى ده مرق او بقى بيبس او بقى شاي أو بقى ماء ورد أو بقى ماء زعفران أو غيره من الأشياء، خرج عن كونه ماء طهور لكن بقي على إيه؟ على طهارته. فده طاهر في نفسه
غير مطهر للغير. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان هو لو المية دي وقعت على هدومي اغسلها، لو وقعت على ايدي اغسلها، لا دي طاهرة مش كده؟ دي ماء طاهر، يبقى ده لو اصابني منه شيء انا لا اتطهر منه لانه طاهر في نفسه. لكن ما ينفعش اتطهر بيه، ما ينفعش اتوضى، ما ينفعش اغتسل بيه، ده هو الماء الطاهر. الماء النجس هو الماء الكثير او القليل الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت احد اوصافه الثلاثة، او كان قليلا فسقطت فيه نجاسة غيرت او لم تغير، ده هو الماء النجس اللي هو سقطت فيه النجاسة. يبقى دي انواع المية الثلاثة: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر وهو الطاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، والنجس الذي تنفر النفوس منه اصلا. لو جه على جسمك تغسله، لو جه على ملامسك تغسله، وانت تنفر منه اصلا النجاسه، ينفر الانسان صاحب الفطره السليمه من الاشياء النجسه. ويبقى طبعا كلام على ايه هي النجاسات بقى، وده ربما يمر بينا الباب فنفصل فيها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.